بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى بن شعيب، رئيس مجلس إقليم الدريوش. اليوم وتفعيل الاتفاقية اللي كانت عندنا مع وزير الصحة اللي كانت كتعلق ب يعني بإمداد المراكز الصحية بالإقليم بأطباء. اليوم أعطينا الانطلاق إن شاء الله لهذه الاتفاقية هذه، ووقعنا واحد وقعنا المجموعة ديال عقود عمل مع مجموعة ديال الأطباء اللي تشمل 15 طبيب على المستوى ديال الاقليم كامل، وتفرقوا ان شاء الله بالتنسيق مع المندوبيه ديال الصحه في الاقليم. يعني هذه الاتفاقيه اللي غادي تعطي ان شاء الله واحد الواقع ايجابي للسكينه، ويكون واحد ان شاء الله واحد يعني تقديم الخدمات القرب للمواطنين، ويكونوا لي سونتر ديالنا في جميع الجامعات، يعني اللي عندها لي سونتر يكون عندهم طبيب حاضر بصفه اسبوعيه. في نفس الوقت غادي نخفض الضغط شويه على يعني المستشفى الاقليميه اللي العمل كيشمل اسبوع كامل، هي جميع الايام ديال الاسبوع، ويكون يعني الحضور يعني اليومي ديال هاد الاطباء باش يكونوا يعني عن قرب، يعني يقدموا خدمات عن قرب للمواطنين. هاد المشكله غادي تحل واحد الاشكال اللي كان عندنا ديال الصحه، اشكال كبير كنا كنعانيو منه على المستوى ديال الاقليم، ودابا هادي ان شاء الله يعني كخطوه اولى غادي تحل واحد الاشكال كبير، بالخصوص بالمناطق اللي كتعرفوا كما كتعرفوا الاقليم ديالنا عنده واحد الشساعه وفيه الجبوله وفيه كذا، يعني كانت كيكون واحد الاشكال بالنسبه للمواطن باش يوصلوا للسبيطارات. دابا عن قرب يعني بخصوص النساء كذا يقدروا يلتحقوا المراكز ويلقاو الخدمات، ويتحلوا واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتجي متاخره، لانه ما كيكونش واحد المراقبه مستمره بالنسبه للساكنه. كيبقى يعني المواطن كيستنى ربما كاينش الامكانيات لا الماديه ولا ديال اللوجستيكيه باش يوصل للسبيطار. كنتمنى ان شاء الله الاتفاقيه تكون بادره الخير وتعطي واحد النتائج اللي هي مشروعه، ويعني نتمنى نكون عند حسن الظن ديال الساكنه، وبالاشاره بالنسبه لهاد الاطور الطبيه واللي ان شاء الله راه في مستوى عندنا دبلومات عاليه، هادو يعني مشغل ديالهم المباشر والمجلس الاقليمي، ولكن دايرين اتفاقيه مع جمعيه ديال 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 موظفي ديال المجلس الاقليمي باش يشرفوا على يعني التشغيل ديال هذه الاطر هذه، ويكونوا يعني في التواصل يعني مباشر معهم بشكل يومي، يعني باش يعني ننجحوا هذه العمليه وتمشي في احسن الظروف ان شاء الله. اذا كما يعني اشرنا في الاول، يعني هذه الاتفاقيه هذه عندها واحد يكون عندها واحد الايقاع ايجابي جدا بالنسبه للاقليم ديالنا، وتكون ان شاء الله بدايه الطريق ديال باش نحلوا مجموعه ديال المشاكل اللي هي الصحيه اللي كنا كنعانيو منها، وكنا يعني المواطنين كنا كنسمعوهم يوميا وكانوا كيتشكاو، ونتمنى الله نكونوا عند حسن الظن الجميع، ونتمنى التوفيق ان شاء الله حتى للاطر الطبيه باش ندير المهام ديالها في احسن الظروف. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسراء عمراوي، رئيس المؤسسات الصحية بمندوبية الصحة بإقليم دريوش. فاليوم كان عندنا حصة من أجل توقيع عقود العمل للأطباء بالمراكز الصحية. هذه عقود العمل تمت في إطار واحد اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي بدريوش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك جمعيات أعمال اجتماعية لموظفي المجلس الإقليمي. فهذه المبادرة فكت العزلة على جوج المراكز الصحيه باقليم دريوش، بحيث ان استفدت منها 15 مركز صحي اللي استفاد من توظيف طبيب تعاقد في هذا المركز. فهذه بادره ان شاء الله كنتمناو تلقى استحسان عند الساكنه، بحيث ان الولوجيات للمؤسسات الصحيه غتولي سهله، غادي يقربوا الخدمات الصحيه من جميع المناطق الجبليه والقرويه.